سارے آدمی ایک دفعہ الحمد شریف، تین دفعہ پوری شریف اول اور آخر درود شریف پڑھ کے سارے دعا کرو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم الله أخلى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا من باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا ولک النذیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت ولا اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحه. نواب قبر کا نہیں پڑھ سکتے آپ نے جو ہے قبلہ کیسے ہے قبلہ گھومتا ہے کہ آپ قبر کو اپنے پوش کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھ کے آپ دعا نہیں پڑھ سکتے. قبلہ کیسے ہے اس طرف No.